السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرت أبو هريرة رضي الله تعالى عنه reports. The person who recites the Durud 80 times on Friday after Asr Namaz before standing up from his place, 80 years of his sins will be forgiven by Allah and 80 years of worship will be returned for him, inshallah. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما.